إذا عندك بزنس أو أعمال أو ودك تبدأ في مجال الأعمال أو حتى عندك فريق عمل ودك تطور نوعا ما طريقة العمل بينهم إنهم يعرفوا يضبطوا أمورهم مع بعض بشكل أفضل والإنتاجية تكون أفضل، يبغالك تعرف بالضبط الأدوات اللي حتكلم عليها في هذه الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف، وباقة كاملة بتكلم عليها من خدمات بالتأكيد حتفيد الكثير منكم. هذه الباقة حتساندك في أعمالك، حتساندك في البزنس حقك، حتساندك في التوسع في التطور، حتى حتساندك لو أنت عندك فريق ودك تنظمه بشكل جدا فعال. فهذه أحد الطرق بنتكلم عليها بشكل كامل. أنت أكيد تبحث عن الأمان وتبحث عن الدعم الفني، وأيضا حتحتاج لهم بشكل جدا دائم، ولازم يكون عندك برامج تساندك وتساعدك في أعمالك بشكل جدا ذكي. تسوي منها التقارير، تسوي منها الحسابات، تعرف انه في بريد الكتروني كويس، تتعامل الفريق مع بعض، وكل هذه الخدمات ومكان للملاحظات، ويكون عندك اشياء كثيره وفي حلول كثيره تشمل كل هذه المتطلبات، بس واحد منهم يتميز بشكل جدا كبير وهذا اللي بتكلم عليه واضحه لكم كثير منكم ما يعرفه، اللي هو المايكروسوفت اوفيس 365 بزنس بريميوم. لحظه، انتبهتوا ان دحين انا قلت اوفيس 365 بزنس بريميوم وما ذكرت اي نوع ثاني؟ لانه في باقات اخرى وتركيزي هالمره على الاوفيس 365 البزنس بريميوم. إمكانياته جدا كثيرة، والخدمات اللي بيقدمها لك بتكون جدا مفيدة، بيكون أكثر من مجرد وورد وباوربوينت وبس هالأشياء. وخليني أوضح كمان بعض المزايا بشكل جدا سريع وشكل يعطيك نوعا ما السكوب اللي انت بيه. هي باقة من برامج وتطبيقات وخدمات تخدم كثير نفس رواد الأعمال واللي أصلا في مجال الأعمال. في منها برامج تعرفها، وفي منها برامج يمكن ما دريت عنها وما تدري عن الفائدة اللي بتعطيك إياها. شيربوينت لإدارة المحتوى مع فريقك، فتعرف أنك تقدر تدير الفريق بشكل جدا كامل، الموارد وما الموارد والأشياء تديرها في شيربوينت، ولو سكوب جدا كبير على فكرة. وان درايف والوصول لكل ملفاتك في أي مكان من أي منصة، فنتكلم على كثير من هذه البرامج إذا مو كلها تقريبا، كلها موجودة على الاي او اس، موجودة على الاندرويد، وايضا موجودة عندكم على البي سي وعلى الماك. فارجع واقول عندكم نفس الوان درايف، هي مساحة تخزينية حتستفيد منها في اي مكان في العالم، ودائما ملفاتك موجودة في مكان واحد بامان. وكل مستخدم للباقة يحصل على 1 تيرابايت مساحة تخزينية في نفس وان درايف التابع للباقة. ون نوت، واكيد الدفتر الرقمي حقك، كل ملاحظات تحطها وين ما بغيت، والنوتات موجودة عندك، ودائما سكتشاتك محفوظة وين ما كنت في اي منصة. وايضا اوتلوك والمنصة الثابتة للبريد، وايضا للتقويم وادارة المواعيد والاشياء هذه كلها. من اوتلوك استقبل وشيل وحط بريدك وضبطها مع فريقك بالكامل. وعلى فكرة عندك تنقل الدومين حقك لو بغيت وتستخدمه لو عندك دومينك الخاص. الحين نفس الحزمة فيها راحة مع استخدام مساحة تخزينية اللي هي 50 جيجا لتطبيق اوتلوك، إمكانية إرفاق ملفات على نفس الأوتلوك إلى 150 ميجا كأتاتشمنت، فهذه تفكك من مسألة رسالة ملفات. ببلشر من اسمه واضح اللي هو الناشر، يمديك تحرر وتطبع وتنفذ نفس نقدر نقول مطبوعات الضخمة والكبيرة. أيضا نروح لأكسس وإدارة كاملة للبيانات وقواعد البيانات عندك بشكل جدا احتراف. وأيضا مشمول في الباقة مايكروسوفت بوكينج، هذه المجموعة الأساسية من التطبيقات، ومنها أشياء أخرى أيضا بتلاقيها كمساندة في أعمالك. وعندك مسألة تعدد الأجهزة وعدد المستخدمين، فهذه أقدر أوضح لكم إياها بشكل سريع بالطريقة دي. المشاركة وتعدد الأجهزة بتمكنك من استخدام نفس البرامج والباقة على أكثر من جهاز في نفس الوقت، كل شخص يمديه يستخدم النسخة على 5 كمبيوترات، 5 تابلتات و5 جوالات. مايكروسوفت تيمز من الاسم فرق، يعني برنامج يساعدك في التواصل والمحادثات، وأيضا حتى الاجتماعات اللي تسويها بينك وبين فريقك. نفس الفريق يجتمع في مكان واحد يتسوى فيه الجروبات والمجموعات، يصير من خلاله إدارة المهام والعمليات وأيضا إدارة المشاريع بشكل جدا وفير ومساند تقدر تسويه في هذا المكان. الخصائص اللي موجودة في تيمز أكثر من الخصائص اللي موجودة في سكايب اللي يستخدموه المستخدمين العاديين. هنا تقدر تجدول وتضبط اجتماعاتك مع أكثر من شخص في نفس اللحظة، تشارك شاشتك مع أكثر من شخص، أو تصير شاشة محطوطة للعرض بينكم كلكم، وأيضا لو بغيت تسجل الاجتماعات يمديك تسوي هذا الشيء على مايكروسوفت تيمز. الأمان بمعيار عالي جدا مع دعم حتى على الهاتف من نفس فريق مايكروسوفت. وبإذن الله كل ما البزنس عندك توسع وازدهر يمديك تضيف مستخدمين أكثر، لأن نفس الأوفيس 365 بزنس بريميوم يدعم إلى 300 مستخدم. أوفيس 365 بزنس بريميوم إذا ودك تشترك يمديك على طول تروح لجرير أو تروح لإكسترا بتلاقي الكرت هذا، من خلال الكارت تروح تتمم اشتراكك وتضبط امورك، وايضا متوفر عند متاجر التجزئه. وانصحك تجتمع مع اهم افراد فريقك وتشوف هذا الفيديو معاهم، تشوفوا مع بعض
كم ميزة وكم خاصية من الأشياء اللي أنا ذكرتها في هذا الفيديو ممكن تساندكم في عملكم ويمكن تستفيدوا منها، وبعدها اتخذ القرار مع نفس الأوفيس 365 بزنس بريميوم إذا هو يناسبكم وإذا هو شيء مرة هتتشوقوا له ولا لا. وأيضا لا تنسى أنه في فريق اسمه مايكروسوفت 365 فاست تراك فور أوفيس، هذا الفريق شغلتهم أنهم يساندوك في تطبيق منظومة الأوفيس في أعمالك أو حتى في منشآتك. كل الخدمات اللي ذكرتها في هذا الفيديو ترى جزء من كامل للمنظومة اللي بتيجي مع نفس الأوفيس 365 بزنس بريميوم. أنصحكم تطلعوا عليها، أنصحكم تشوفوها، وبإذن الله ازدهار أكبر لأعمالكم، وإن شاء الله يا رب العالمين تلاقوا بالفعل في أدوات تحتاجوها وتساندكم، والله يا رب العالمين يقويكم ويبارك لكم ويبارك لنا بإذن واحد أحد. نهاية الفيديو كل فيديو، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.